متابعينا الكرام، الحمد لله تم إكمال وإطلاق تطبيق أخبار العراق الجديد، يمكنكم تحميله من خلال الرابط الموجود في صندوق الوصف وأيضا في أول تعليق، وإليكم طريقة التحميل. بعد الدخول إلى خانة التعليقات سوف تجدون هذا التعليق المثبت، وهذا هو الرابط باللون الأزرق عند الضغط على الرابط. والآن سوف تفتح لكم هذه الصفحة، في أسفل الصفحة فتح في تطبيق متجر بلاي، عند الضغط عليها سيتم فتح التطبيق في متجر بلاي ويمكنكم تثبيت التطبيق من هناك. وأيضا لا تنسون تقييمنا بخمس نجوم عن طريق الضغط على هذه النجوم وكتابة تجربتك عن هذا التطبيق ونشر هذا التعليق. الرابط سوف يكون في صندوق الوصف وأيضا في أول تعليق. أخبار هامة وعاجلة للشعب العراقي وردتنا الآن. السلام عليكم متابعي قناة أخبار العراق، قبل البدء لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتصلكم الأخبار العاجلة والحصرية. لجنة العمل مجلس النواب سيتم التصويت على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للقطاع الخاص. لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين أن القانون الجديد سيوفر حياة مستقرة للعمال. لجنة العمل: هناك مساع لشمول أكبر عدد منهم بالقانون ليكونوا تحت مظلة الضمان الاجتماعي. القانون سيوفر الاستقرار النفسي والمادي للعاملين والمتقاعدين. الأزمة النيابية: فرض حظر شامل لمدة أسبوع لا علاقة له بزيارة الكاظم عليه السلام. لجنة الزراعة النيابية: درجات وظيفية تنتظر شريحة المهندسين الزراعيين. الصحة تعلن البدء بتوزيع اللقاحات التي وصلت على دوائر الصحة ببغداد والمحافظات، وتلقيح أول عراقي سيكون بمدينة الطب في بغداد. كتاب إلى المتقاعدين الذين لم تكتمل مدتهم التقاعدية، حيث يحالون إلى اللجنة المالية واللجنة القانونية لحل مشكلتهما. بشرى سارة إلى موظفي 30,000 درجة في البصرة. بعد نهاية اللقاء بين اللجنة التنسيقية برئاسة الشيخ عمار الزيدي والسيد المحافظ حول حقوق 30,000 درجة وظيفية، وكانت النتائج هي: أولاً، سيتم تحويل موظفي 30,000 درجة وظيفية إلى عقود على المحافظة بعد إقرار موازنة 2021. ثانياً، سيتم صرف المستحقات بأثر الرجعي بعد إقرار الموازنة. ثالثاً، بخصوص 7 مليارات تم تحديدها ورسمياً لشراء الخدمة ضمن 30,000 درجة وظيفية. رابعاً، 6,000 وزيادة الأعداد الخاصة بالتربية لن تشملهم الأموال الآن، ولكن تشملهم العقود وصرف مستحقاتهم بعد إقرار الموازنة. خامساً، المحاضرين والإداريين لديهم مستحقات وسيتم صرفها بعد إقرار الموازنة. سيتم تنظيم احتفال بعد رفع الحظر في المدينة الرياضية وبحضور محافظ البصرة. النائب عدي عواد: استحصلنا موافقات لتثبيت 2850 موظف على الملاك الدائم في موازنة 2021 للشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية. وزارة التربية: حتى الآن الامتحانات التمهيدية في وقتها المحدد في 13 من الشهر الجاري. وزارة التربية ملتزمون بمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية. وزارة التربية: إذا لم يسمح بأداء الامتحانات في التاريخ المحدد فإنها ستؤجل إلى إشعار آخر. بالوثيقة: إطلاق تمويل رواتب الأطباء المقيمين. مصرف الرافدين يعلن توزيع رواتب صحة بغداد، الكرخ والرصافة عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني. الكاظمي: نجحنا باستمرار دفع الرواتب بانتظام بعدما كان هناك من يراهن على انهيار الأوضاع. وزير العمل يعلن إطلاق راتب المعين المتفرغ. رئاسة البرلمان تدعو اللجنة المالية إلى تسليم النسخة النهائية من موازنة 2021 إلى الكتل النيابية للإطلاع عليها قبل تحديد موعد التصويت عليها وإقرارها في الجلسات المقبلة.
المتحدث باسم مجلس الوزراء: اللجنة العليا تعقد اجتماعا يوم غد الأربعاء للبث بمسألة حظر التجوال. المالية النيابية: كتل سياسية ربطت تمرير الموازنة بقانون المحكمة الاتحادية. وزير المالية: نتوقع أن يضع مجلس النواب ضريبة الدخل على جميع الرواتب والمخصصات. وزير المالية: سعر صرف الدولار قرار حكومي لا يمكن تغييره يوميا. وزير المالية يعلن تضمين درجات الحذف والاستحداث في موازنة 2021، وكذلك المحاضرين وخريجي المهن الطبية والصحية ضمن فقرات تدعم الشرائح الفقيرة والرعاية الاجتماعية ودعم جهود مكافحة كورونا في موازنة 2021. استقرار دفع رواتب الموظفين في توقيتاتها.